السلام عليكم بنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. اليوم البنات جينا بواحد الوصفه اللي هي رائعه للبشره. هذه الوصفه سيدتي ملي غادي ديريها غتستغناي على الفون دو طان، غتستغناي عليه نهائيا. ملي غادي تدخلي من بعد هذا الحجر المنزلي غادي تدخلي للعمل ديالك، اولا غادي تخرجي تشوفي صحاباتك وتشوفي العائله ديالتك، غادي يعني غيقولوا لك شنو كنتي كديري للبشره ديالتك. ولو انك غتكوني قلتي لهم غير شي حاجه طبيعيه ما غاديش يصدقوك. بعد كي درتي مع القنط 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 ولكن علينا بالصبر ثم الصبر ثم الصبر، غادي يفوت ان شاء الله هادشي مصلحتنا مصلحتنا، واخا كاين القنط مصلحتنا. المهم درنا شهيوات في ديارنا، قلبنا الدار ديالنا، شفنا ركانينا كيف كنقولوا، المهم زدنا التخمال، هادي المهم داكشي كاع اللي تيكون في قلب البيت درناه. حنا كنتسناو غير الفرج، كنتسناو نخرجوا نهار يقولوا لنا نخرجوا، راه هذاك هو النار الكبير، هذاك هو النار الكبير. سيدتي كيف قلت لك هذه الوصفه هذه غتستغني على الفون دو طان، يعني ولو انك بحال دايره مكياج لوجهك وانتيا ما دايراش مكياج، شي حاجه اللي هي طبيعيه. سيدتي فات ليا قلتها شفوي، والله العظيم قلتها لكم شفوي، ولقيتها في فيديو ودرت ملايين ديال المشاهدة، ملايين ماشي مليون، ملايين المشاهدة اللي دارت هاد الوصفة اللي عطيتكم، قلتها لكم شفوية ودرت ملايين ديال المشاهدة. ولكن ماشي مشكل، ماشي مشكل، اللي عنده الزهر عنده كيف ما تيقولوا، دائما تيكون مع الحظ. واليوم انا جبتها لكم ولكن انا زايدة عليها واحد المكون ما قلتهاش لكم هذيك المرة، انا زدتو عليها هاد المرة. هاد الوصفه هادي سيدتي كيف قلت لك رائعه، غتخلي صحاباتك يحسدوك على البشره ديالتك الا تبعتيها وبقيتي كديريها. راه قلت لك غادي تشوفي واحد الاقبال من عند البنات، غادي يوليو يسولوك شنو دايره البشره ديالتك. هاد الوصفه سيدتي كتكون ليا مكونات جد بسيطه وموجوده في اي بيت، اي بيت دخلتي غتلقاي عندهم هاد المكونات هادي، او لا اي اقرب بقال عندك في الحي ديالك غادي تجيبي من عنده المكونات، لانها دائما انا مع البساطه، دائما مع الناس البسطاء، يعني في متناول الجميع، الطبقه الصغيره والطبقه الكبيره. عندي الياغورت الطبيعي، اول حاجه الياغورت الطبيعي، عندي حليب البودره، عندي حليب البودره، يعني كاين انواع حليب البودره، انا اكثريه كيعجبني حليب الاطفال، عرفتي قلتها لكم في فيديوهات قديمه، قلت لكم احسن حاجه هو حليب الاطفال اللي تيكون معلب في الصيدليه في الصيدليات، رائع 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 للبشره، احسن من الحليب المعلب الاخر اللي كان اللي كنستعملوه حنا، اكثريه كنستعملوا نيدو واللي كنستعملوا، ولكن من الاحسن الى عندكم حليب الصيدليه ديال الاطفال، راه رائع 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 للبشره بواحد الطريقه اللي هي خياليه. وعندي دقيق اللي كنعملوا به الحلويات والكيك الفورس، يعني الفرينه، الدقيق الابيض الرطب، ها هو. وعندي ماء ورد. سيدتي الى عندك فيتامين او كديري قطرات من فيتامين او في هذه الوصفه هذه، ما عندكش ممكن تستغني عليه، انا ما بقاش عندي ولكن انا قلتها لكم، بغيتي ديريه ديريه، ما بغيتيش ديريه استغني عليه ماشي مشكل، حيت هو مرطب، واصلا الياغورت عندي وحليب البودره البودره راه مرطب. نبداو على بركه الله الطريقه. كناخذ حليب البودره، يعني عندي مقدار جوج ديال المعالق ديال حليب البودره، معلق على هاد القد هذا، يعني جوج ديال المعالق هكذا يكونوا عامرين حليب البودره. عندي نفس الكميه ديال دقيق الابيض الرطب، يعني الفرينه
نفس الكمية، جوج معالق انا برد، غادي ناخد قليل من ماء الورد، تقريبا ملعقة كبيرة ديال ماء ورد، وعندي الياغورت. الياغورت كيبقى عندي حسب الخليط، تيولي عندي داك الخليط كريمي. درت دابا جوج معالق. غديري سيداتي غتخلي عندك في الثلاجة الوقت اللي راك غادي تبغي تديري خليط لوجهك، غتزيدي عليه ماء ورد لان تيكون شرب، باش غتحصلي عليه كريمي غادي تزيدي عليه ماء الورد باش غيطلق بهذا الشكل. هذا سيدتي غادي تجربيها عاد غادي تعرفي قيمتها هاد الوصفة هادي، انت غادي تجربيها عاد غتعرفي قيمتها، غيكون خليط متماسك. على هاد الشكل هذا. ما تنسيش سيدتي غادي ديريه في واحد الاناء وغادي ديريه في الثلاجة، غادي يبقى عندك حتى الاسبوع انت كديريه يوميا يوميا ديريه، والوقت اللي كتحسي به صافي شرب لان عندي الدقيق كيشرب غادي تزيدي عليه ماء ورد باش غادي يعاود يرجع بحال هذا الشكل هذا. كنطبقو على الوجه ديالي بسهولة، طبعا الوجه يكون مغسول بالماء الدافئ. علاش الماء الدافئ؟ باش كيحل لي المسام وكيخلي لي البشره ديالتي تشرب لي المكونات بسهوله. ومن بعد اي ماسك، من بعد اي ماسك، اي ماسك سنغسله بماء البارد. البنات بزاف باقي كيسولوني على وصفة لسد المسام. سيدتي الجميلة غادي نقول لك لسد المسام، لسد المسام قلت لك غير ماء ورد متلج، تلجيه او حطي القرعة في الثلاجة وبقاي يوميا ترشي الوجه ديالك، او تشدي ضامة متلجة ديال ماء ورد او غير الماء متلج وتدوزيها على الوجه ديالك. ما كايناش شي حاجة اخرى كتسد المسام الا هذه، وكاينه وصفه اخرى ما بغيتش نقولها لكم حتى نديرها لكم فيديو، انا الا قلتها واو. سيدي سيرا ممكن ديري حتى على تحت العين، التجاعيد اللي هي تحت العين كتنقص لهذا الشكل، ما تخافيش منه نهائيا. سيدتي ما تنسيش يوميا هاد الماسك ديريه يوميا، خلطي ديريه في الثلاجة اسبوع انت كديريه فيه، ما خسره والو. ممكن ديري حتى العنق ديالك راه زوين بزاف سيدتي. وانا واخا غنشكر لك التنعية تتجربي، كنقول لك جربي، انا معمرني ما كنعطيكم شي حاجه غير مجربه، كونوا اكيدين انني معمرني كنعطيكم شي حاجه غير مجربه، دائما كتكون مجربه وكنكون خدامه بها، خدمت بها وعجبت لي كليونت ديالي. ويعني كنقول لك واحد الحاجه ديريها، يعني ديريها بعينك مغمضين. هذا الشكل هذا، ونخلي سيدتي حتى نصف ساعه، نصف ساعه ما غاديش تضحكي، ما غاديش تهضري، ما غاديش ديري شي حركه بالوجه ديالك، غتعطي راسك الراحه ولو انك كنت تكوني في الكوزينه كتشقاي
ما غاديش تحكي، ما غت هذا ما غديرش شي حركه ولا شي حركه عصبيه اولا التعبيرات يعني اللي كنديروا بالجبهه ديالتنا اولا بالخدود ديالنا، باش ما تثبتش لك دوك التجاعيد اكثر فاكثر. سيدتي الجميله، من بعد كتفزقي يدك دائما بالماء بارد، هذه هي القاعده ديالتي انا في اي ماسك، وكتخدمي الماسك مزيان بحال كتحليه من جديد، كتخدميه دائما من تحت الى فوق. ومن بعد سيدتي كتغسلي وجهك بالماء البارد، وغادي تدهني اي كريم عندك ضد التجاعيد او اي كريم عندك مرطب في البيت اللي راكي معتاده عليه انك دائما كديريه للوجه ديالك. سيدتي ما تنسيش تبقاي في دارك، وليداتك حتى هما تشديهم يبقاو في الدار حتى تفوت هاد الازمه اللي حنا فيها، ويدوز هاد الشيء بخير وعلى خير، وان شاء الله تحفظنا يا ربي، تحفظنا وتحفظ جميع المسلمين وجميع الدول كذلك. بصحتكم وراحتكم سيدتي، السلام عليكم، ما تنساوش تشجيعاتكم ليا هي باش كاينه انا معكم.